جماعه ابو نظيف من الجماعات يعني اللي هي حيويه في الشوكايز باع، اقليم الشوكايز باع. جماعه لا تتوفر على ابسط 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 شروط الحياه العاديه، جماعه لا تتوفر على اي شيء، جماعه تم هدم سوق مركزي بها كان شريان الحياه ديال دوك الناس من 2008 والسوق مهدوم. لماذا؟ علامه استفهام. حنا نخليوها هكا باش ما باش باش يبقى ما نتناقشوا. جماعه لا تتوفر على محطه بنزين، جماعه لا تتوفر على يعني وكاله صغيره ديال شي بنك، جماعه لا تتوفر على صيدليه، جماعه لا تتوفر على حمام، جماعه لا تتوفر على مرحاض. شوف هي بقينا لا تتوفر ولا تتوفر غنعيا، يعني لا تتوفر على اي شيء. تتوفر على ياش؟ سقايه وطروطوار صافي. هذيك السقايه والطروطوار والمكانه كي قال الشريف، هادو ثلاثة د الحوايج لا بغيتي تصور حداهم صافي سيدي. الماء غير موجود، ما كاينش. السوق ها الحد كاين، ما خافيك انا عوض. الاخوة الاعزاء كلكم كتعرفوا دوك نظيف ولا داعي للتذكير بموقعها وتاريخها العالي وتضامن اهلها وتآزر فيما بينهم منذ القدم، لان ذلك يعرفه البعيد قبل القارب. إلا أنه في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه المنطقة تتفقد الرونق ديالها والهيبة ديالها والعزة ديالها. علاش؟ بسبب سوء التدبير والاستخفاف بالأمور ديال الساكنة والمنطقة، لأنه ظهرت أيها الإخوة على الساحة ديال دوك نظيف ناس يتبجحون باهتمامهم بالمنطقة وتيبرهنوا على ذلك بالارقام وبالمشاريع وما كتطبق الا على اللورا. جايبين معاهم مبادرات وشعارات مطاطه ما كتزيد هذه المنطقه الا كتمدد في الازمه ديالها وكتبدل الامان، وما كتزيد الفقر في ضوء نظيف الفقير في ضوء نظيف الا الفقر، وما كتزيد الضعيف الا الموت البطيء. ونضم لهؤلاء حتى بعض المنتخبين الذين يتنصلون من المسؤوليه ليزيدوا في تعميق التهميش ولا مبالاه، حيث تتسقط الثلوج على ديك الوعود ديالهم الانتخابويه الموسميه باش تنكشف النتائج المزريه حيث الافساد والتلاعب بمصير البلاد والعباد. ولقد تكالب هؤلاء وهؤلاء وتحالفوا مع الجفن لتضييق الخناق على ايتي دوك نظيف، حيث ما نقاش الخماس فين يخمس، الحصاد فين يحصد ولا سيحصد، الكسابه شنو غايكسب وكيفاش يكسب، ولا حتى دوك الطوابير ديال العمال اللي كيستفوا قدام باب الخميس والنهار في السوق فين يخدموا ولا كيفاش يخدموا. بنيه تقليديه هشه مرفوقه بشعارات عصريه رنانه مغريه، صبح معها الباقين في اضاءه بنظيف من الاخوان ديالنا لا حول لهم ولا قوه قدام عصابه مدربه على السطو وتدبير المال العام دون حاسب او رقيب. حنا كندركو نحن الساكنه ديال دوك نظيف بان الجماعه ديالنا القرويه كتوفر على مؤهلات سياحيه وفلاحيه مهمه، وراكم شفتوها قد تجعل منها قدوه للجماعات المجاوره. الا ان القائمين على الشان العام بها منذ عقود الى اليوم لا يتوفرون على رؤيه واضحه واستراتيجيه مستقبليه قويه، ونعرف ان ما يعتبرونه مخططات هو فقط شعشعه موسميه مع المراه كتعطي شي طحين. والواقع يشهد كل القضايا المقترح طرحوها في خلال الاجتماع بالسيد عامل صاحب الجلاله على اقليم الشوكا اتباعها بتاريخ 1 ابريل 2005 اليوم لم ينجز منها الا القلب، وهو فقط لدر الرمادي في العيون. ولولا لطف الله ورحمة وزارة التجهيز لما بنيت قنطرة الدور الرباط التي كانت ترصد لها كل سنة اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الجماعة. فين هو مشروع إعادة هيكلة سوق خميس دوك نظيف؟
أقدم سوق في المنطقة سريال الحياة وحدي تا سنة 1938 وهدم سنة 2008 والله وحده أعلم بما سيعاد بنا وهو كيف. لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه النقطة لأنني استفسرت عنها وأعطيت لي وعود نرجو من الله أن تكون صادقة. فينا هي الخزانة؟ فينا يا دار الشباب؟ فينا هو الملعب الرياضي؟ فينا هو توفير الماء الصالح للشرب بالكمية المطلوبة؟ وتوفير التغطية الشاملة بهذه المادة بيكون ربع الجماعة رغم إنجاز دراسة المشروع؟ بالنسبة لي خالد سنة 2006 ولا زالت قابعة في رفوف المكتب التقني بالعمالة. فينا هو إصلاح وتهيئة الطرق والمسالك بالمسالك لفك العزلة عن العالم القروي؟ فينا يا قاعة العلاج بأفيال التي تضم نصف ساكنة الجماعة؟ أيها الإخوة، إننا ندرك أن ما هنالك إلا مجرد أقاويل الفيش والفشل والجدل، لا تزيد الأزمة إلا عمقا، لأن العقلية القديمة التي لا زالت سائدة في إيدا بلدي والتي ورث أصحابها الطغيان والاستعلاء في الأرض والحقرة، ومن كانت فيه هذه الخصال المجتمعة فإنها تمنعه من التواضع والتفكير مشاكل المعوزين والمستضعفين من أبناء منطقة سيدا وبلدي. وكان غدا نهار هذه المناسبة باش نتقدم للسوق الجزيل وعظيم الامتنان للسيد عامر صاحب الجلالة على إقليم الشوكة أيتباها على رحابة صدره واستعداده للتعاون معنا للنهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس. وكذلك كان تقدم الشكر الجزيل السيد قائد قيادة الدب بلدي الذي نعتبره الرجل المناسب في المكان المناسب لما أبان عنه من حنكة وشجاعة وحكمة في قيادة هذه المنطقة رغم الإكراهات والصعوبات التي يواجهها يوميا. أيها الإخوة الأعزاء، إن المهرجانات المائعة التي يكفل فيها الحياة تدفن لنا الحشومة ويتنكر فيها لأبناء المنطقة ولا تستفيد منها أيضا بندل لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا. الفكرة ديال المهرجان ديال أبو دان حنا عندنا خرجات حنا من جمعية تفاعل ولا يستفيد منها أيضا بندل. إننا يريدون بغاو هذا المهرجان باش يضيقوا الخناق على الأعراف ديالنا والتقاليد ديالنا وباش يقضيو على المواسم ديالنا اللي خلاوها لنا جدودنا. بالله عليكم الجماعة تدعم المهرجان من الدورة الأولى ديالو سنة 2008 فوقت عمل الجماعة قبل السيد عمالي وحتى معنوي الموسم من المواسم دوك ردي موسم الرما الحناج سلط من سيدي الحج الموسم التقبيل إدرنان تازرواج ويوفيت وهلم جرة فوقت عمل الجماعة عطات شي حاجة لهاد المواسم. اليوم نعطيو حنا الفلوس للمهرجان اللي ضاق نضيف ونكونوا شركاء مع المهرجان اللي ضاق نضيف. حنا كنسلا نسخن حنا ما كنسغربوش الا قام المنظمون والقائمون على هذا المهرجان ديال ضاق نضيف نهار يجيبوا لنا عادل الامام باش يفتتح هذا المهرجان والمنطقه ديالنا تتعاني من الجفاف والاهمال وسوء التدبير لانه هذاك الشيء غيكون ضد على الاراده ديالنا. اما الجمعيات ديال المجتمع المدني والتنمويه في ضوء بلدي تتعيش نوع من التضييق والحصار وما كتستافد من دعم الجماعه غير الجمعيات المحسوبه على دوابر معدوده على رؤوس الاصابع بحال الاتحاديه مثلا والتي يدعو قانونها الاساسي الى التفرقه والتمييز وهذا سبب واحد كافي لحلها قانونيا. أضف إلى ذلك غياب الفصل 27 من الدستور الجديد لدى القائمين على السعي المحلي في ضوء بلدي والذي يقول حرفيا للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون. لقد اقترحنا على المسؤولين إحداث موقع خاص بجماعة ضوء بلدي على شبكة الإنترنت من أجل الشفافية والوضوح ولكن للأسف الشديد هنالك من يريد أن تبقى دار لقمان على حالها ولأنه لا يحب إلا السباحة في الماء العافية. إننا في ضوء بلدي لنا ثقافتنا المتميزة بطابعها التقليدي المحافظ
تتميز ببعض، حنا كنتميزوا ببعض الخصائص السلبيه والايجابيه. من الخصائص الايجابيه ديالنا المحافظه على التقاليد ديالنا العريقه والتضامن فيما بيننا، من الخصائص السلبيه اللي عندنا هو الجهل والاميه والتخلف وغيرها من الظواهر التي تضع الكثير امام الكثير من العراقيل امام التقدم والتنميه بكل ابعادها المنشوده من طرف الجميع وفي مقدمتهم جلاله الملك سيدي محمد السادس حفظه الله. لذلك اقول لكم ان اذا وقنديف تعيش في صمت رهيب وبطء شديد لمشاريعها المستقبليه. لهذا ادعوكم جميعا باسم جمعيه ايوان التنميه والتضامن، اولا لاختيار لجنه، يمكنكم تسجلوا، اولا لاختيار لجنه في هذا الجمع لتكون بمثابه لجنه تحضيريه لتاسيس تنسيقيه جمعويه حقيقيه تضم جميع الجمعيات بإيضاو كنديف دون تمييز او حد. ثانيا رفع ملتمس الى الوزاره الوصيه والى السيد والي جهه سوسمه الصدرعه والى السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم الشكايت بها من اجل الاسراع الى اخراج كل مشاريعنا المتوقفه الى حيز الوجود وادراج إيضاو كنديف لتشملها مشاريع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. ثالثا الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لكل أنواع النهب والسلب الممنهج تحت أي مسميات كيفما كان. رابعا نريد منكم جميعا بمنطقة دعم منطقة أفيان لرفع التهميش عنها والإقصاء ومحاربة الفقر والنهوض بأوضاع المرأة والطفل بها، لأن سكان هذه المنطقة يحتاجون إلى دعمكم ومساعدتكم في نشر الوعي لتحطيم كل أصناف التخلف المتعددة وخلق مشاريع لتنمية هذه المنطقة. ونؤكد لكم أننا لا سنقف دائما وكما هو معهود فينا سدا مانعا ضد كل التلاعبات والتجاوزات التي تقع في ضوء نظيف، ولن يغمض لنا جفن حتى يعلم الجميع ويعرف الجميع المفسد منا والمصلح. والله الموفق وهو الهادي. السلام عليكم. المطلق لتبذير المال العام بمبررات يرفضها المعد ما تكون عن الصالح العام وتحقيقا لأهداف أبعد ما تكون عن الاستجابة الحقيقية لانتظارات السكان. ثانيا نلح على ضرورة تأجيل الحديث عن أي مهرجان إلى حين إنجاز كل المشاريع ذات الأولوية والرامية إلى الحد من أثار الهشاشة المقنعة المقنعة التي تطبع مركز جماعة إيضاو كنديف، وإلى تأهيل السكان للانخراط في سلوك مسلسل تنموي بشري شامل ومستدام. ثالثا نلح على إخضاع المهرجان عندما يحين إخضاع المهرجان عندما يحين أجله لمعايير تنسجم مع خصوصيات تراثنا الثقافي والفني والمحلي مع إعفاء صناديق المال العام من مصارفه، وذلك بحرص ميزانيته في حصر ميزانيته في مساهمات الشركات الخاصة والمانحين الخواص وترشيد النفقات بحصرها فيما هو ضروري، وما من شأنه أن يعود بالنفع العميم على البلاد والعباد بعيدا عن الأضواء اللامعة والتزيينات المكلفة والأصوات الصاخبة والموائد الفاخرة. رابعا نلح على إسناد تنظيم وإدارة المهرجان لطاقم نزيه لتوجه ثقافي وفني بعيد عن كل هاجس تجاري أو مصلحي ينتخبه المجتمع المدني المحلي ويحاسبه في إطار القانون الأساسي محدد ومتفق عليه. في الختام نتوجه إلى ممثل السلطات المحلية والإقليمية والجهوية وعلى رأسهم السيد والي جهة سوسمة الصدرعة والسيد عامل إقليم الشتوكة إتبها بأسمى عبارات تقديرنا واحترامنا، ونلتمس منهم تدخلهم الحكيم لحفظ المال العام ومنع صرفه في غير ما خصص له. وفق الله الجميع إلى ما يخدم المصلحة العليا لبلادنا في ظل السياسة الرشيدة لملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وإياه.